وزوج حر وحيد. لاحظ أن أن تساوي ثلاثة، أي عدد الأزواج الرابطة، أم تساوي الواحد والزوج الحر الوحيد، أن زائد أم يساوي أربعة. هذا يعني أنه تمثيل جليسبي لـ إن أش ثلاثة يكون على شكل هرمي رباعي الأوجه تتوسطه أن، ورؤوسه هي أش عدا الرأس العلوي. إذا كان أن زائد أم يساوي ثلاثة، فإن الجزيء له شكل هرمي رباعي الوجوه، في رأسه أ ورؤوسه الأخرى الذرات إكس. نؤكد على أن إذا كان أن زائد أم يساوي ثلاثة، فإن الجزيء له شكل هرمي رباعي الوجوه، أ تكون في رأس الهرم وليس في وسطه كما كان في حالة أن زائد